الكرام، مساعدتم صباحا، أهلا بكم من هذا الموعد الإخباري. بداية وباسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أعطى أمسية الوزير الأول أحمد يحيى إشارة الانطلاق الرسمي للطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب التي تحتضنها الجزائر إلى غاية 28 من الشهر الجاري. الحدث الرياضي الإفريقي الذي انطلق بملعب 5 جويليا الأولمبي شهد تقديم الوفود المشاركة، حيث سيتنافس أزيد من 3300 شاب يمثلون 54 دولة في 30 اختصاصا رياضيا، سيكون عدد منها مؤهلا إلى أولمبياد الشباب 2018 بالأرجنتين. حفل الافتتاح حضره عدد من الوزراء وشخصية وطنية وإفريقية رياضية. محمد شوماني عن التلفزيون. الجزائر عاصمة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بحجيج رياضي من 54 دولة، والجزائر استقبلت الوفود كالعادة تأكيدا لدورها الإفريقي الاستراتيجي وانتمائها الطبيعي، فكان الحفل كبيرا في مستوى السمعة الإفريقية لبلد لطالما رافع للقارة السمراء، وجمعها كما اليوم ببعدين هما الشباب والرياضة، برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي كرم من جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية بحضور الوزير الأول أحمد يحيى الذي أعلن الافتتاح الرسمي للألعاب. أشكر جزيل الشكر باسم الجزائر شعبا وحكومة اللجان الأولمبية الإفريقية على إسداء وسام الاستحقاق لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو الذي كرس حياته في خدمة الشباب الجزائري وفي ترقية حقوق ومكانة إفريقيا في العالم. والآن وبدون إطالة وباسم السيد رئيس الجمهورية أعلن رسمياً عن افتتاح الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب. شكراً لكم والسلام عليكم. كرونولوجيا الحفل في شطره الأول صنعتها الوفود المشاركة التي استمعت لكلمة وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، مؤكدا حرص الدولة الجزائرية على أعلى مستوى لإنجاح التظاهرة، قبل توقف الأمين العام لجمعية اللجان الأولمبية الإفريقية أحمد أبو القاسم هاشم عند جهود الجزائر لترقية قطاعي الشباب والرياضة، ثم عرض كلمة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ للمشاركين. Bonne chance à vous tous. À vous tous à Alger, un grand merci. Je vous souhaite une très belle cérémonie d'ouverture. انتهاء بالنشيد الأولمبي وقسم الدورة لممثلة الرياضيين التي اختتمت الشطر الأول قبل إشراق شمس إفريقيا من الجزائر. حفل افتتاح الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب شهد تنظيم برنامج استعراضي ضخم تحت عنوان شمس إفريقيا، جسد تاريخ الجزائر وارتباطها بالقارة الإفريقية عبر لوحات فنية ووصلات غنائية أبرزت البعد الحضري للجزائر. كما تضمن البرنامج عرض شريط وثائقي حول المساهمة الفعالة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في ترقية القارة الإفريقية وجهوده الجبارة خدمة للشباب سواء في الجزائر أو في إفريقيا. الحفل الاستعراضي حضره الوزير الأول أحمد يحيى وعدد من الوزراء وشخصية وطنية وإفريقية وممثلي هيئات رياضية إفريقية ودولية. محمد شماني ثانية. 3 2 1. السيدة الشمس أو صوت الشباب الإفريقي بأحلامه وطموحاته جمعت السحر بالواقع بتوقيع الديوان الوطني وبمشاركة فناني ومبدعي الجزائر في قطوف الفن من الكون إلى إفريقيا، فكانت اللوحات التسع لفريق المخرج فريد عوامر. خارطة القارة تجلت ومعها ظهرت المرأة الشمس في أجوائها الخاصة لتبشر بإفريقيا مهدا
للبشرية. مع 100 فنان كوريغرافي استحضروا الرجل الحجري، عادوا بنا للجذور وأمدوا خيوطها للمعاصرة في حوار الجوال بمغني الراب. سلامي سلامي إفريقي، ثقافة تاريخ أجيال. الرياضة الإفريقية عادت لمسرح وملعب 5 جويلية، ومعها إنجازات الأبطال الأفارقة في مختلف الرياضات ثم في تعدد الجماعات الإفريقية، قبل تقديم صورة الشاب الإفريقي اليوم عبر رقص الهيب هوب والرسوم الحائطية الفنية. الجزائري هو الذي جعل مني رجل. اللوحة 7 أو الشريط الوثائقي قدم الجزائر إفريقيا مكانتها ودورها في القارة السمراء، فاستعرضت واستحضر شريطها لمسة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في التأسيس لإفريقيا اليوم، كما استحضرت اللوحة تضحيات الشخصيات الكبرى في صورة فخامة الرئيس وإنجازاته في شتى المجالات والمؤسسات الإفريقية والهيئات. أقولها وأعيد، لا أخال القارة الإفريقية دون الجزائر، ولا مكانة للجزائر في هذا العالم الخطير دون أبناء القارة الإفريقية. شمس إفريقيا في ليلة جزائرية تجلت. وقدمت شمسها تراثا فنيا متنوعا بالفيديو والمؤثرات. أثرت الليلة وأنارتها بربوع جزائر 2018 بشرقها وغربها وجنوبها، إلى إفريقيا الفرحة والبهجة، إلى شبابها في ليلة أحياها 500 فنان وتقني جزائري. في ليلة كما ألف ليلة، ليلة إفريقيا الأم. وعلى هامش مراسم حفل افتتاح الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب، الأجواء بملعب 5 جويلية كانت عائلية بألوان إفريقية. الصور ينقلها يوسف رسيكا. مدرجات الملعب الأولمبي بدأت تمتلئ رويدا رويدا بالعائلات والشباب وحتى أطفال المخيمات الصيفية الذين اكتشفوا أجواء ملعب 5 جويلية التاريخي لأول مرة. الأجواء في الملعب في هذا الملعب شابة مع الأمبيونس. أنا نحب الرياضة، أجواء رياضية ممتازة، عجبني الحال بزاف وغادي نتفكر كاع حياتي إن شاء الله. ومع دخول مختلف الوفود المشاركة انتظر الحضور دخول الوفد الجزائري. ولأن الحدث يتعلق بتنظيم جزائري ولأنه حدث قاري، فرجال الصحافة والإعلام سجلوا حضورهم بقوة إلى جانب التلفزيون الجزائري الذي نقل الحفل على المباشر. ولأنها إفريقيا فاللباس والعادات والتقاليد والأهازيج والرقصات كانت حاضرة في تنظيم شهد له المشاركون. افتتاح رائع، تنظيم ومش غريب على الجزائريين. It's really organized. I like it. تنظيم حلو وبلاد حلوة، واحنا متشرفين بالجزائر لأن هي رفعت اسم العرب كلهم في بطولة أفريقية ثالثة. كانت لا سيريموني مليحة لكل الشابين، سورتو مع الجزائر. احنا هنايا الجزائريين رانا بزاف، إن شاء الله نرفدوا العالم كي نلعبوا. فيف لافريك، فيف لافريك، فيف الجزائري. ميرسي. العائلات الجزائرية استمتعت باللوحة الفنية المقدمة وتفاعلت معها.
نرحبوا بضيوفنا من الدول الافريقيه جميعا 54 دوله اللي جاتنا، وهنا رانا ببنا مفتوحين والجزائر منوره وديما منوره بضيوفها وبسكانها. داروا بيان وبيان اورغانيزي وصافا عجبنا الحال. يعني فريمون سي شامبيون. في موضوع آخر، استقبل اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة وفدا عن لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي يرأسه النائب ديفيد ماك إيجيستر، وتباحث طرفان عدة مسائل منها تعميق الحوار والمشاورات نحو تجسيد برامج مشتركة للتعاون. الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تحقق مستويات متطورة، ونحن ندرك التحديات التي يواجهها هذا البلد ونثمن ما يقوم به من أجل تطوير الاقتصاد وتعميق التعاون التجاري مع مختلف الشركاء. سنعمل بالتدريج على تعزيز التعاون مع الجزائر، فنحن نعتبرها شريكا استراتيجيا. باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وإثر وفاة الرئيس السابق للجمعية الوطنية لجمهورية ناميبيا ثيوبين غيريراب، وقع اليوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل بسفارة جمهورية ناميبيا بالجزائر على سجل تعازي، معربا عن تعاطف وتضامن الجزائر حكومة وشعبا مع عائلة الفقيد والشعب الناميبي. الراحل ثيوبين غيريراب تقلد عدة مناصب مهمة في الدولة الناميبية، فكان أول وزير للشؤون الخارجية لجمهورية ناميبيا المستقلة، كما شغل منصب وزير أول، وعرف عنه التفاني والإخلاص في خدمة القضايا العادلة في إفريقيا والعالم. في شأن التربوي، سيتم اليوم ابتداء من الساعة 8 مساء الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2018، وذلك على الموقع bac.unec.dz أو عن طريق الإعلان على مستوى المؤسسات التربوية أو بواسطة الرسائل القصيرة عبر الاتصال بالرقم نجمة 567 دياز. وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط وعبر صفحتها عبر الفيسبوك أعلنت أن نسبة نجاح في امتحانات شهادة البكالوريا بلغت 55.88%. الوغ هذه السنة نسبة النجاح وهي 55.88%. الوغ نتائج البكالوريا لهذه السنة سنمدوه لهم نهار الخميس عند الساعة 8 مساء، وعندهم تلاميذ في إطار التحسين على كل حال والتقليص الستريس ديال هاد التلاميذ، عندنا ثلاث طرق يقدروا يدخلوا في موقع تالونيك وهو bac.unec.dz، او يقدروا كذلك يمشيوا للثانويه تاعهم. فغادي نوزالون افيشي دونك لي ريزولتا، وثالثا يقدر كذلك بالاس ام اس ولكل بورتو لي اوبيراتور الاس ام اس، ويعمل الرقم 567. الشعبه اللي لاحظنا فيها نسبه النجاح الاكبر وهو شعبه الرياضيات، وحنا عارفين بلي عدد قليل من التلاميذ يتوجهوا الى هذه الشعبه، ولكن هذه السنه نسبه النجاح في الرياضيات اكثر من 78%. وإذا كذلك في هاد الخمسة أو ستة سنوات القديمة، الشيء اللي نشوفه أن نسبة النجاح في الرياضيات تمر ما بين 65 وكما شفتوا 78 هاد السنة. وحنا على كل حال هذا يشجعنا باش نزيدوا على كل حال في إطار تحسيس التلاميذ باش يتوجهوا إلى هاد الشعبة وكذلك التقني الرياضي. هذا وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، حيث تنطلق التسجيلات الأولية في 26 جويلية الجاري، ويكون آخر أجل للتسجيلات النهائية في 16 سبتمبر المقبل.
في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بالمناطق النائية جنوب ولاية الجلفة، استفادت أزيد من 200 عائلة من الربط بشبكة الكهرباء عن طريق الألواح الشمسية، بالإضافة إلى بعض الهياكل الصحية. روبورتاج في الموضوع لشهرزاد النون. بعيدا عن مدينة الجلفة ب 260 كيلو مترا، تم ربط 200 عائلة بالمناطق النائية بالكهرباء عن طريق الألواح الشمسية ضمن برنامج يستهدف كمرحلة أولى بلديات قطارة وأم العظام وسلمانة. تم تصدير برنامج هام على مستوى الولاية القاضي بإيصال الطاقة الشمسية إلى السكنات المتواجدة ببلديات جنوب الولاية والتي لا يشملها الشبكة الوطنية لصنع الغاز. الطاقة الشمسية هذه نفعتنا، فايدنا منها لبس الضوء، فايدنا منها البرطاب اللي تصرجوا فيهم، وكثر خيرهم قاعد تجمع اللي حرفينا وجاونا ومازال ان شاء الله الطامعين يزيدوا يزيدونا. البرنامج يشمل ايضا الهياكل الصحية في المناطق المعزولة، من بينها 4 وحدات للعلاج باتت اليوم بفضل الربط بالكهرباء تقدم رعاية صحية افضل للمرضى. القاعة كانت تعاني من نقص الكهرباء مما معناتها يصعب من حفظ اللقاحات والامصال الخاصه بالعقارب وداء الكلب. اما الان رانا في مرحله يعني متقدمه، يعني الان نقدر نقولوا باللي كانت الطاقه 24 ساعه. الظرف المالي كان عندنا الاول خلانا نديروا جوج بلديات الاكثر حاجه لمثل هذه الطاقه، ولكن بالتدريج سنتم ادراج جميع البلديات او جميع الفضاءات في البلديه في الولاية اللي هي تعاني من نفس المشكل. تزويد الفضاءات والابتدائيات بالألواح الشمسية هي المرحلة المقبلة من هذا المشروع الذي يهدف إلى تحسين حياة المواطنين في بلديات نائية باستغلال رشيد للطاقات النظيفة لا يرهق ميزانياتها. بقدرة استيعاب تصل إلى 65 مليون متر مكعب، سد أوركيس بولاية أم البواقي الوحيد على مستوى المنطقة والذي يدخل ضمن منظومة التحويلات الكبرى لسد بن هارون يزود المنطقة بالمياه الشروب بعد معاناة طويلة الأمد، يقول محمد رضا بوزيان. أوركيس هو السد الخزان الوحيد بولاية أم البواقي والذي يدخل في إطار منظومة التحويلات الكبرى لسد ابن هارون لتمويل سكان الولاية بالمياه الصالحة للشرب بعد معاناة دامت سنوات طويلة. سد أوركيس الموجود بأم البواقي سعته 65 مليون متر مكعب، ومنذ امتلاء هذا السد إلى غاية يومنا هذا بلغت 46%، وكلف هذا السد خزين الدولة ما يقارب 4 ملايير دينار جزائري. ولإيصال الماء إلى المنازل يجب المرور بمحطة التصفية هذه والتي ستعالج 136 ألف متر مكعب يوميا. ولعدم انتهاء الأشغال بها اقتنت وزارة الموارد المائية محطة أحادية للتصفية لمعالجة 55 ألف متر مكعب يوميا للتخفيف من المعاناة خلال فصل الصيف. محطة التصفية والقنوات والخزانات كلفت خزينة الدولة أزيد من 16 مليار دينار جزائري. بما أن المحطة الرئيسية لمعالجة المياه التي ستنتهي بها الأشغال بعد 10 أشهر، تم اتخاذ إجراءات استعجالية من طرف وزارة الموارد المائية باقتناء هذه المحطة أحادية التصفية، هي ستيشن مونوبلوك، ووضعها في الخدمة في الأيام القليلة القادمة. تم تركيبها من طرف شركة جزائرية 100%، ولذا سيدخل سد أوركيس بصفة إجمالية، يعني تحويل سد أوركيس الخدمة في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. ها هي مياه سد ابن هارون تصب هنا في سد أوركيس لتزويد 400 ألف نسمة من بين 700 ألف نسمة عدد سكان الولاية. دوليا تظاهر 100 الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب رفضا لمخططي الاحتلالي الإسرائيلي لهدم منطقة الخان الأحمر في الضفة الغربية المحتلة. هذا وصادق الاحتلال الإسرائيلي اليوم على قانون عنصري يشرع الاستيطان والعنصرية ويكرس تهويد القدس للقضاء على الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في شأن السوري، شرعت حافلة في وقت مبكر من صباح اليوم في نقل ما يقارب 7,000 شخص من مسلحين ومدنيين من بلدتي الفوعة وكفرية آخر منطقتين محاصرتين من قبل الجماعات المسلحة إلى بلدات أخرى. وتأتي عملية الإجلاء في إطار اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق بين موسكو وأنقرة. إلى ذلك أعلنت روسيا عن إقامة مركز لاستقبال اللاجئين بالاتفاق مع السلطات السورية، وذلك في إطار الجهود الدولية للمساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى أماكن الإقامة الدائمة. يرتقب أن توقع اليوم أطراف النزاع في جنوب السودان بالأحرف الأولى على الاتفاق الخاص بملف الحكم وتقاسم السلطة أثناء الفترة الانتقالية، والذي يعد استكمالا لاتفاق الخرطوم للسلام الذي وقعته أطراف النزاع في جنوب السودان العام الماضي، والذي تضمن وقفا فوريا لإطلاق النار. رياضة. وفي كرة القدم، وضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حقق اتحاد الجزائر فوزا ثمينا أمام نادي ريون سبور الرواندي بنتيجة 2-1 برواندا، وبذلك يحافظ الفريق العاصمي على المرتبة الأولى في المجموعة الرابعة. وفي ختام النشرة نعود بكم إلى صور حفل افتتاح الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب، والذي شهد تنظيم برنامج استعراضي ضخم تحت عنوان شمس إفريقيا. مبهر بتفاصيله، témoigner de notre reconnaissance ainsi que celle de l'ensemble de la société civile africaine et en signe de soutien et d'encouragement à votre action en faveur de la paix, de la concorde et de la solidarité que nous avons tenu à effectuer le déplacement à Alger afin de décerner en ce jour la médaille africaine de la paix. لمن فاتتهم مواعيدنا الإخبارية وللتواصل معنا، العناوين الإلكترونية تبقى في الخدمة. شكرا لكم على المتابعة. فيما يلي حصاد الصحف.